الكتاب الأمريكي كان له صدى عالمي كبير وحمل في طياته معلومات خطيرة، حيث أوضح فيه الكاتب أن ترامب لم يكن جاهزا لتولي المنصب. وعاد ليؤكد أن فريق حملة ترامب كان مصدوما بعد فوزه بالرئاسة، وأن ترامب تشاجر مع زوجته ميلانيا يوم أداء اليمين، بالإضافة إلى غضب ترامب من مقاطعة المشاهير لحفل تنصيبه. الكتاب تطرق إلى أن ابنة ترامب إيفانكا كانت تخطط لتصبح أول رئيسة أمريكية. كذلك تطرق إلى علاقة ترامب بالإعلام، وقال إن الاحترام الذي يكنه ترامب للإعلام لا يبدو متبادلا، بالإضافة إلى حديث الكاتب عن علاقة نجل ترامب جونيور مع الروس ووصفها بالخيانة.